اسمي مارناي كامو، عمري 49 سنة. كنت كتير عم بسمع عن دكتور خوري أند كلينيك. بيقول سقراط عبقرية المرأة بقلبها، إذا كان قلب المرأة بينبض بالحياة نحن رح نهتم بإشراقتها. مثل كل امرأة بمرحلة معينة من حياتها حست أنه صار عندها ترهل وهبوط بالجلدة الوجه، درجة الهبوط عندها وعمرها منهم إنديكيشن أنه تروح لسيرجيكال ليفت. أيام بوقت كتير على المراية بتطلع بوجه بحسه كتير تعبان، فكرت إنه زور هالكلينيك تشوف شو التكنيك الجديد اللي وصل مشان الوجه، لأ ما بدي فوت بعملية ليفتينج وجراحة. وجهت على الكلينيك وحطني دكتور خوري بالتكنيك الجديد اللي طالعة. شباب المرأة يمكن يزول مع الوقت، ولكن إذا كنت امرأة مثل مارلين بتحب الحياة بتقول إنه الحياة قصيرة ولا للإهمال. شوفي معنا كيف رح نخليها تستعيد إشراقتها ويصير تواصلها مع عالمها، كله حياة وشباب ونضارة. فريق الطبي قد كلينيك اقترح على مارلين الحل يلي بيلاقي الأنسب، يلي هو فيس ليفتينج ان 30 مينتس. هو بروتوكول عبارة عن ثلاث أساس، أول شغلة هي السيلويت سوفت، تاني شغلة هي الفيلر، وثالث شغلة هي الإي ماتريكس راديو فريكونسي. كلهم هيدول ب 30 دقيقة بلا جراحة، بلا بنج عمومي، بلا وجع، وبفترة شفاء سريعة. هاي مارلين، شو حسيتك قاعدة عاقلة؟ ايه خيفانة شي؟ اكيد. بس ليكي قالوا لي انه ما في وجع، وانت عرفتي ما في وجع، وبروسيجر كتير سريع، يعني ما بتلحقي تعصبي وهيك تشدي ستريس الا ما تكوني خلصتي. انا عرفت انه انت كتير محمسه انك تعملي هالبروسيجر. انت اقتنعتي منك لحالك انه بدك تغيري بحالك، بس هلا ما بدك تخافي. يلا انا رح اتركيك بايدي امينه مع دكتور ارما ودكتور رامي. مارلين هي انسانه انوعة وما بتحب الا تشبع حالها، بس مع شويه مساعده منها. Step 1 أو المرحلة الأولى من الـ Facelifting in 30 minutes هي through Silhouette Soft Technology، يلي هي عبارة عن وايرز لشد الوجه، يلي بيميزهم عن كل شيء وايرز كانوا يستعملوا قبل إنهم خيطان ريزوربابل بنسبة 100%، عكس كل الخيطان اللي كانوا يستعملون قبل يلي كانوا يبقوا لفترة طويلة بالوجه وممكن على الفترة الطويلة يخلقوا مشاكل عند بعض الأشخاص. حسب ما دكتور خوري قال لي ما بدها وقت كتير وما بدها انه ما بكون فيها وجع وما فيها جراحة، ولقيتها كتير انه حلوة وليه ما بخوضها. المهم انا بس وقف على المراية شوف وجهي حلو. الميزة الثانية للسيلويت سوفت انهم بينحطوا بطريقة سريعة، منهم بحاجة لبنج عام، ما فيهم وجع، وفترة الشفاء تبعهم سريعة، وحتى منا بحاجة لولا انسجن، يعني ما في جرح ابدا بكل هالبروسيجر اللي عم نحكي عنه. So basically السيلويت سوفت من بعد ما ينحط تحت الجلد بيضل 3 شهور وبيدوب بشكل كامل مع الحفاظ على نتيجة الشد تبعه اللي بتضاين من 18 ل 24 شهر حسب كل الدراسات المعمولة. هلا مارلين كانت مستعدة تتحمل وجع، بس عرفنا من دكتور خوري انه البروسيجر ما بتوجع. عائلتي شجعتني اكيد، وبالاخص اختي لانه هي كثير بتحب التطورات التكنيك عند المرأة، هي اللي شجعتني والفضل لها اكيد. يعني كل اللي حوالي ما عارضوا الفكره ابدا، وبما انه انا حابه هالشيء ليش ما بخوضه. بعرف انه بعدك خيفانه، بس انا باكد لك من هلا بعد ما خلص اول خد طلع هيك في كثير فرق، عن جد في كثير فرق. دكتور رامي خبرني،
دفنتلي as planned يعني ما في مفاجآت مثل ما شايفي ما في أي bruising عندها حتى ما في جروحات صح آه basically خلصنا ميلة الشمال ب 15 minutes okay. تقريبا كل واير أخذ وقت تقريبا من 7 إلى 8 دقايق okay. كله as planned okay. كل شيء أنا ما شايفي حتى يعني يمكن تحط نتفة ميك أب وفيها تروح على شغلة دغري إيه؟ ابتداء من بكرة فيها تعود نشاطها طبيعي اللي بتعمل الأكتيفيتي اللي بتعملها كل يوم أهم شيء ما يصير في فريكشن على هالمنطقة اللي فيها الخيطان أوكي آه بس ما تحط شيء ما تعمل تتعرض للشمس أهم شيء إيه فيها ما تتعرض للشمس كمرحلة أولى على شيء 3-4 أيام وما شيء يسبب لها فريكشن على هالمنطقة هاي يعني بس بدها تنام بدها تنام على ظهرها بدها تنام على جنبها كرمال خدها ما يعمل أي احتكاك مع أي جسم ثاني كل شيء شايفينه تطعيجات صغيرة موجودة خلال يومين أو ثلاثة ترخي الجلد وبيرجع لل بيرجع للنورم بس أنا مثل ما شايفة هلا عن جد نتيجة دغري ما في إلا محل ما بتفوت الإبرة صغيرة هي محل الوحيد اللي ممكن يبين أثر صغير على كم يوم بعدين وبعدين خلص مارلين أنا تحمست كتير شوف النتيجة عن جد بس شوفي حالك بالمراية هلا رح تفرق كتير يعني خوفي كله رح يروح ورح بسمتك ترجع لك أنا بأكد لك أكيد عندي خوف بس لما بدي أوقف على المراية بتخيل حالي إنه رح أوقف على المراية ولاقي حالي كتير حلوة رح يروح هذا الخوف Step 2 من الـ face lifting in 30 minutes هي إعادة رسم خطوط الوجه من خلال الفيلرز كرمال هالمهمة هاي نقينا فيلر مؤلف من هايلورونيك أسيد يلي هي أحسن مادة ممكن تنحط بالوجه شغلتها أنه تخفي الفاين لاينز اللي هن الخطوط بالوجه وترجع ترسم بشكل طبيعي كل ملامح الوجه يلي بيكونوا تغيروا مع هبوط الوجه مع الوقت إنه خط صغير بالوجه ممكن يغير خط الحياة العريض. حلو المرة كتير تضلها حلوة لأنه بتزيد ثقتها بنفسها بضل عندها أمل للحياة أكتر نفسيتها بتكون مرتاحة ثالث مرحلة من علاج مارلين رح تكون بواسطة البايبولر راديو فريكوينسي يلي معروفة بإي ماتريكس عادة الابليكيشن تبعها بتكون بعد 4-6 جماع من الابليكيشن تبع الوايرز لكون نعطينا وقت للوجه ليرتاح والوايرز يصيروا ستيبل بقلب الدورمس تحت الجلدي هون الاي ماتريكس دورها هي ستيمولاشن للكولاجين من قلب الجلدي مع ريسورفيسنج تحسين شكل الجلدي من برا ومن جوا بنفس الوقت رح نرجع 10 سنين بالزمن لورا من دون جراحة ومن دون وجع الامرأة كتير مهمة بالحياة مشان هيك إلها حق إنه هي تطلع شوي بحالها وتثبت حالها الحياة قصيرة كتير إلها حق هي كمان بالحياة مارلين واز دفنتلي لاكي اليوم لأنه موجود معنا كان كمان يلي هو تيم ممبر أد كلينيك دكتور أرماه حلبي يلي هو من البايونيرز تبع هالتكنولوجي وكبا من أول نشأتها عالميا لحديت اليوم مثل ما وعدناها لمارلين تريتمنت ما أخذ أكثر من 30 دقيقة بروبلم فري As expected. ما كان في وجع ما استعملنا بنج عام كانت سموث سريعة أخذنا الإفكت يلي بدنا إيه وكانت مرتاحة وآي ثينك رح تبلش تشوف النتيجة ابتداء من جمعة لعشرة أيام صار لي شهر ونص عامل العملية أنا كتير مبسوطة من النتيجة اللي أخدتها أول شيء هربت من شيء اسمه عملية تجميل جراحة وهالشيء كتير بسطني وبشهر ونص كتير قليل إنه وجهي كان شيء وصار شيء
مثل ما شفنا الريزلت عند مارلين او عند اي حدا بيشتغل له بنفس التكنيك، بتاخذ اكلا بوجه حلو وبتاخذ ريزلت نايس ريزلت بس بلا ما تكون ارتفيشل. رجعت كم سنه لورا واكيد هدول ما راح يضروا وراح يفيدوها بحياتها. سو اكيد هالشي غير بحياتي كلها بشغلي، كلهم تفاجئوا انه في شيء بوجه مغير بس ما في علامه جراحه. العالم كله اللي تشوفني في شيء مغير كمان ما في شيء جراحه، والحلو انه انا بعدني ناتشورال ما تغيرت تكوين وجهي بس في شيء مغير. انا سبق وقلت انه عمري 49 سنه، بالنسبه لي العمر هو رقم مش الحياه كلها، فانا عم بعمل هالشي كرمالي انا. نظرتي لحالي صارت أقوى، صار عندي ثقة بنفسي أكثر، تعاطيي مع العالم صار أقوى، صرت بحب أعمل ميك أب تأبرز جمالي مش تخبي العيوب اللي كانت موجودة عندي. دكتور رامي، دكتور حلبي، تيم ذا كلينيك، ميرسي بوكو.